بجد وما شاء الله اطلب الله تعالى يكون حنا يكون جند الله تعالى يكون ملك الله عز وجل. آمين والله يكون ان شاء الله يكون كل مسلمين. امين امين. بسم الله ان شاء الله هذه يكون خير ان شاء الله. بسم الله ان شاء الله. قصه طويله معكم ولكن انا ماشي شي الاحلام ما عاودتهمش كاملين. واسمع القبور راه مات. بسم الله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت الكثير والكثير ملخص ان شاء الله. الحيد ديال الحوايج اللي علينا تيطلعوا تيسخنوني ما تبقاش نقد شنو غديري؟ الحيد غير التركويات اللي تحت. اجي 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 نشوف لك هنا وكاين حتى واحد. ادخل هنا اجي. قصة عجيبة لكم يا أخي. أه؟ قصة. قصة. واو واو كما كيقال بيوت أسرار. الشيء عندكم عجيب. أي أي أي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. شيخ نسيت ما قلتلكش عندي استحاضه. مش مشكل. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا حلما من أجل النعم التي يجود بها المولى سبحانه وتعالى على عبده والحلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصبر والرضا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ما قضاه لنا خيرا في العاجل والآجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا شر شياطين الإنس والجن. أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الشياطين لن توقف بعهد أخذه وأعطاه وألقاه وتقبله قائدهم وكبيرهم إبليس. وبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لا بد أن نفهم جميعا أحبتي في الله أن الفتن تموج بالمسلم موجا وهي كقطع الليل المظلم. والله سبحانه جل في علاه نعم المولى ونعم النصير. مهما كانوا فالله جل وعلا ينصر عبده ويحفظه. لكن وجب ان يعلم ايضا ان الشيطان لن يتوقف. فالحرب دول والايام دول. لن يضع رمحه ولن يضع سيفه أبدا. سيقاتل من أجل إعلاء الشر والكفر. سيقاتل من أجل الضغينة والوقيعة والفتن. لن يتوقف أبدا. حتى وإن كنت طيبا حتى وإن كنت صالحا ومصلحا حتى وإن كنت سخيا نقيا تقيا متصدقا محسنا لن يتوقف الشيطان. لا يستثني أحد. الثلة الطيبة التي ذكرها ربي إلا عبادك منهم مخلصين. ويجب أن ننبه الناس إلى مسألة مهمة جدا. ليس هناك أزكى قلوب وأفئدة من الأنبياء ومع ذلك ابتلوا بأذل الجن والشياطين. لن تجد أبدا أطهر من قلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين بالإجماع. ليس هناك من هو أعظم وأطهر وأنقى من قلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
ومع ذلك انظر ماذا صنع به اليهود والنصارى وأهل الشرك والنفاق والجن والشياطين بنصوص صريحة وبآيات صريحة. انظر ماذا حل بزكريا ويحيى وعيسى وموسى وإبراهيم ونوح ولوط وغير من الأنبياء، كيف أوذوا في سبيل الله عز وجل، بل وأوذوا من السفهاء. تجد نبيا كريما ويؤذى من السفهاء، أذى عادي جدا. لهذا أقول إن الفتن لا تعلم من أين تأتيك، ما دام هناك سفهاء من الإنس ومن الجن ومن الشياطين. والشياطين بطبيعتها لها خفة، لها طيش، ولها جهل، ولها مكر، ولها غضب، ولها فتن، ولها شهوات. وإذا أردت أن تعرف هذا انظر ما تصنع في بيوت الله عز وجل. بيوت الله جل وعلا محصنة، بنيت ليقام فيها ذكر الله عز وجل. ليس هناك أطهر بقاع من بيوت الله سبحانه وتعالى. حتى أبين لكم حقيقة الحرب التي عين العداوة التي عندنا مع الجن والشياطين. بيوت الله سبحانه وتعالى ما بنيت إلا ليذكر الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيه بالغدو والأصال. هذه بيوت يذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى ليل ونهار، ومع ذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لم يأس أن يأس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن لم يأس التحريش بين المسلمين. حتى في بيوت الله تجد لك السباب واللعان، حتى في الحج والعمرة، ومن دخله كان آمنا. وليطوفوا بالبيت العتيق، في الطواف تجد أن الشيطان يفتن الناس والمسلمين بالنظرات وبالكلمات والإشارات. الله المستعان. إذن الأنبياء أطهروا قلوبا أوذوا من الشياطين، أطهروا البقاع لا تسلم من أذى الشياطين، فهي حرب إلى قيام الساعة، هي حرب إلى قيام الساعة. ثم أن هناك حرب أخرى تأتيك وأنت لا تعرف مصدرها ولا سبها ولا سرها بالعين، فالتكالب عليك الجن والشياطين بالحسد، فالتكالب عليك الجن والشياطين بالأسحار، فالتكالب عليك الجن والشياطين وأنت عبد ضعيف، قوتك معلومة ومحدودة، طاقتك معلومة ومحدودة، مع أنها معلومة عندك لكن غير منتهية، طويلة وعظيمة وقوية، وإلا كانت الجن أسقطتك من أول وهلة لتعلم أنك عالم عظيم أيها الإنسان، ولتعلم أن الله جل وعلا يجري فيك لطفا عظيما وأنت لا تعلم. الله سبحانه وتعالى يقودك إلى البر والخير وأنت لا تعلم. كم من أمر نكرهه وفيه خير لنا، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا يجعل الله فيه خيرا كثيرا، فيجمع لك به ربنا سبحانه وتعالى أجور ترى نعمها وفضلها وأثرها وأجرها في الدنيا قبل الآخرة، جزاء الصبر والرضا والاحتساب والابتلاء والآلام والعين والأسقام والعين والحث والأسحار، مع ما أودع الله بذلك خلالك من رضا، الرضا بقضاء الله تعالى والصبر والحساب بأمر الله جل في علاه. لا بد أن نبين أن هناك فئات وهناك أفراد حياتهم مع الجن في حرب عظيمة جدا، حرب مع الجن لا تتوقف منذ نشأتهم ولادتهم وصباهم، منذ الصغر حرب مع الجن والشياطين.
الجن والشياطين تسعى أن تجعل الحياة مريرة، الحياة عصيبة عسيرة، فيها غصة، فيها التعب والشقاء، فيها الألم، فيها الحرمان، فيها الأوجاع والأسقام. حياتهم مع الجن والشياطين لها تاريخ قديم، لها منشأ قديم، لها سر عظيم، لكن أهل بدر لا يعلمون المساكين. منهم من سحر في بطن أمه، والجن تعلم هذا جيدا. منهم من يبتلي بالآفات والآهات والأبارسة في بطن أمه، أو لا يعلم المسكين، لا يعلم. حينما تترقبك الساحرات في مخاض دم نفاس، وأنت حينها من أنت؟ هل تعلم شيء؟ لا تعلم شيء. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، قال ربي سبحانه. ولكن هناك من أصبح يعقل ويعلم، فيترقب ويتحيل ويتربص من أجل يسرق خبط دم من مخاض أو من نفاس، أو يأتيك في حقيقة ونسيكة فيسحر، أو يقوم عليك بالدخول وأنت صبي صغير كحلق رأسك، أو اغتسال بماء، أو يسقيك شرابا، أو يقدم لك طعاما، أو يجعلك على أسحار في خطى في سير ومشي، أو يجعلك تلبس لباسا مسحورا، أو يأخذ من آثارك فيسحرك في مكان بعيد وأنت لازلت صبي صغير جدا. ما لا تعقل شيء ولا تعلم بالأمر شيء، لكن الجن أصبحت تعلم من أنت ومن تكون وأين تسكن. أصبحت تعلم بآثارك، أصبحت تعلم باسمك واسم أمك، أصبحت تعلم بما قرب لها من ذبح دم ونجاسات وعقد، فتأتيك سواء في قوتك وفي نومك، تلج وتسكن، فتبدأ تعمل على أذيتك وأنت لا تعلم، وشر البلية وشر المصيبة حينما تسمع أن هذا السحر يكون من أقرب الناس، حينما يكون من الأب، حينما يكون من الأب. قد تتوقع السحر من جار حتى من عمة وخال، ولكن حينما تسمعه من أب لبناته ولأبنائه والعياذ بالله، فهذه المصيبة. حينما يسحر الأبناء والبنات من أجل ألا يكونوا في رفعة وعزة وعلو المقام، كما سمعته حينما نجحت في البكر بلسانه يقول: كيف لها أن تنجح مع ما صنعته من أسحار؟ كان يقول: إذا نجحوا ووفقوا وعملوا فإنهم لن يرحموا إلا والدتهم، لأنه كان معروف أنه يأتي فسادا، كان معلوم أنه يأتي سحرا، وكان معلوم أنه لا يرحم، فعلم أنه لن يرحم، فأطبق وأغلق على أبنائه الرحمة بالسحر وبالجن والشياطين، أكثر لهم من السحر، حتى أصبحوا أسحارا في ساعة الحائط في البيت إذا فتحت، وجدوا وسط الطلاسم والأحجمة المخيطة والمحكمة، أسحار مرشوشة هنا وهناك، أسحار عظيمة وكثيرة توجد، ويعلم بلا شك أن الأب هو صانعها، هو من أتاها، هو من أحكمها، والجن تحكم قبضها، تحكم قبضها على الأبناء والبنات، فتكون الضحية فلذة كبده. من حبسهم؟ من سجنهم؟ من عذبهم؟
والدهم والعياذ بالله. ثم تبدأ تعاقب عليهم الأسحار من العمة والعمات في أطوار النشأ وفي أعوام الطفولة والصلة إلى الأهل. ثم ما تعرضوا له من سحر العاشقات الأب في علاقاته الغرامية والليلية الحمراء ماجنة، فتوعد كل عاشقة الأب والبيت بسحر يصنع في جهة. السحر أصبح معلوم عند هذه الأمة لدرجة أنها لا تستطيع النوم في صباها وفي صغرها، وتسأل ربها وهي تنظر للسماء والنجوم، وتتمنى فقط أياما يسيرة أن تكون بعيدة عن البيت حتى تبتعد عن مكان ضاق فيه صدرها وحزم فيه قلبها وتشتت فيه فكرها. فأصبحت تسأل ربها جل وعلا فقط الفرار من هذا البيت، فرار ترجوه وتسأل ربها في كل ليلة أن يستجيب لها. الأم نراكم في أنفاسها، نراكم بفضل الله جل وعلا في أنفاسها، ونراكم كذلك في الشمال في زوجها، نراكم بفضل الله تعالى في أنفاسها ونراكم في شمال زوجها، نراكم بإذن الله جل وعلا في أنفاسها ونراكم بفضل الله تعالى في زوجها. فإن أذكركم بالله سبحانه جل في علاه لكل من عطل العمل وعطل الكسب والمال، يا من عطلت العمل وعطلت الكسب والمال، يا من عطلت العمل والكسب والمال، فهي إما أن تشتغل شهرين ثم تطرد أو عامين، فإذا تجاوزك الشهرين تشتغل عامين كاملين، وهذا من غضاء الجني وهي مكررة عند كثير من الحالات. إما أنها تشتغل شهرين خلاص وتعلم أنها ستتوقف عن العمل، فإذا تجاوزت شهرين ولو بأيام يسيرة تعلم أنها سوف تمضي في العمل عامين وسوف تطرد. إذا تجاوزت العامين تعلم أنها ستبقى في العمل إلى 4 سنين وأربع سنوات، اسمع جيدا، وإذا تجاوز تمت 4 سنوات لا بد من الفصل والطرد نهائيا وتغير العمل. أعيد هذه القاعدة عند هذا الجن وهذه الشياطين، وحينما ذكرتها الآن هي تنتفض في اليمين وفي الشمال. إذا اشتغلت شهرين كاملين لا بد أنها تفصل وتطرد، وإذا تجاوزت الشهرين بأيام يسيرة تعلم أنها سوف تواصل العمل إلى أن تصل عامين. كان خلاص هي متأكدة، يتكرر هذا الأمر عندها كثيرا، إذا تجاوز الشهرين بأيام يسيرة سوف يصبح العمل إلى مدة عامين، من شهرين إلى عامين. حينما توشك على عامين تنتظر الفصل الطرد التوقيف، فإذا تجاوزت العامين بأيام يسيرة تعلم أنها سوف تواصل إلى تصل 4 سنوات، وبعد 4 سنوات سوف تفصل تطرد توقف عن العمل نهائيا، وهذا الأمر يتكرر كثيرا في حياتها. إذن هناك قاعدة عند هذا الجن في هذا الجسد، إما أن تشتغل عامين توقف، وإذا وصلت إلى عامين توقف، إذا وصلت فوق العامين 4 سنوات لكن فوق 4 سنوات لم يرحمها أبدا سوف توقف نهائيا. إذن هنا أمر، وحينما أقول هذا الأمر تنتفض يمينها وشمالها، تنتفض اليمين والشمال، أي هناك محق للمال، هناك خدام أصحاب يجيبون أي نعم، هناك خدام ذلة، هناك صحرة الذلة لمحق المال. عندها من الفئات التي تحاربها في بدنها فئة تسمى فئة محق المال، فئة خاصة بمحق المال. وحينما يكون هناك سحر قديم لمحق المال فإنه يخدم من أجل محق المال بأسباب كثيرة، إما بعدم العمل أو ما يترتب على المال حينما يدخر تفتح أبواب حتى يذهب هذا المال في الأمراض في المصائب في المشاكل في حاجيات في الإسراف في التبذير، تفتح أمور في الديون في أشياء كثيرة، أو يوقف عنك باب الكسب أصلاً
إذا هناك شيطان، وحينما يكون شيطان محق المال لن يتوقف عن محق المال فقط، إنما لابد أن يجمع مع محق المال شيء آخر، إما له لذاته أو لمن هم من معه في البدر يوصونه به. لأن يعني مثل هذه الحالات كما سمعت أن التعطيل والأصهار كثير، التعطيل من الصبر وصغرها مع أنها لا تستجيب في رقيا، لكن يتضح على أن تمت كبار. لأن نعم يقول هكذا تمت كبار، هكذا يعني إشارة نعم تمت ماذا؟ تمت كبار. لماذا أقول تمت كبار؟ لأن حينما تزوجت الزوج الأول في الخطبة بعدما رأت المرشوش ذهب ولم يرجع، المرة الثانية رأت البيت الفاسد لم توثق، مع هذا الرجل 6 سنوات دون إنجاب أنجبت قبل شهور قليلة فقط، وعندها ما عندها من تعطيل في الفراش محقول في المال، عنده الربط بشكل قوي جدا كما بينا معا قبل الجلسة حينما كنت في الاستماع إليهما، وهذا أمر عظيم جدا. إذن ما تعلن هذه الأمة في صباها حينما قالت أن هناك كانت تتعرض لمواقف الاغتصاب، مواقف ماذا؟ مواقف الاغتصاب. هنا أمور لابد الجن يسمعها منا بإذن الله جل وعلا. أقول بالله التوفيق، أرى أن الزوج ينتفض في شماله، ومن الأعراض التي ذكرها الزوج أنه كان كذلك، هناك من يثب إلى الفواحش ومشاهدة الفواحش وغيرها، وعنده الربط الآن مع زوجه. فمن في الغالب يتضح من خلال ما قال وما ذكر من رؤى وقالت الزوجة كذلك، أن هناك العاشق المتيم وقلت له قبل هذا هذه أعراضها، وقال أنا أصلي وإذا صليت لا خشوع، وأحيانا ينزل الدمع من عيني دون سبب ولا أعرف العلة. فهناك من يستشعر الذنب ويريد التوبة، لكن هناك من يطلق عليه ويغلق عليه وهو أقوى ممن دمع وخشع، فلهذا يتجلى الخشوع جليا أثناء القراءة، لأنه سيكون أقوى بتجلية الخشوع منه، ويتجلى على الجن داخله، ثم تكون قوة أقوى فتتجلى على الكبار، وهذا لا يريدونه. وهذه من فهم عالم العفاريت والأباريس والسحر والكبار في البدن، لأن الخشوع سهم عظيم، حتى إذا خاصة إذا وقع الخشوع منك أنت ومن فؤاد وقلب من سكنك واتحد معا فكانت قوة هات وأعظم، فتختلق حجب وكذلك ما أوكار ومواطن الكبار، وبالتالي تصبح عليهم صاعقة، وهذا لا يرجون ولا يريدون أبدا. نعم، إذا تمت هناك كبار في بدن الزوج وكبار في الزوجة، نجزي أن العاشقة موجودة عند الزوج، وكذلك صحرة كبار عند الزوجة. الزوجة عندها أصحاب كثير من أبيها من والديها، كانت أصحاب ترشوم، كذلك كانت ترى عيالا، وكانت في وسط ساعة البيت كانت ترى أشياء على الجدار، فلما فتحت الساعة وجدت داخل هذا السحر. أضف إلى ذلك أصحاب كثيرة جدا، ليس محل ظن أو شك، إنما هي باليقين التام. فأقول بالله التوفيق، وهي قالت قبل الجلسة أن حالة معقدة وحالة يعني عسيرة وشاقة، وأنا لا تستجيب. قالت وضبت على جلسات العلاج من خلال البرامج التي تقولها على البث المباشر وعلى القناة، وتابعت الاستماع لساعات طويلة ولأيام وشهور عديدة، فأصبحت بعد الانتهاء والاستماع أرى ما أرى ويظهر عندي ما يظهر، فاستمعت منها بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو يجلي أن ثمة ملوك كبار وشياطين وسحرة، وأن هناك تعطيل في كل مناحي ونواحي الحياة. نعم، فأسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلنا أئمة خير، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه. ونسأل الله سبحانه وتعالى كل عاشق وعاشق الإسلام والإيمان، وأسأل الله جل وعلا أن يكون لكل ساحر وساحرة الاستقامة والالتزام، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكل من سكنوا أبدانهما أو أبدان الجميع حتى الذرية الطيبة أن تكون صالحة موفقة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فأنا أذكر فئة المسلمة مسالمة ذكرت الله جل وعلا مع خفية ومع خفية، ودمعت لله جل وعلا سواء سرا وعلانية، أن تعلم أن الله جل وعلا معنا يعز من أعز كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ندب عن عرضهما وندب عن دمائهما، وندب كذلك عن أموالهما ورزقهما وعن سعادتهما بفضل الله جل وعلا، وأنتم بفضل الله تعالى نجون بجود الله معنا، إلك معنا ولا تكن مع الكافرين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله المشرك لقابه. ف
فهي رسالة وجوابي إذن جل وعلا لكل جن اعلم أنك خط من خط الله تعالى. أيها الشيطان، أيها المارد، أيها الساحر، اعلم أنك خط من خط الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعلموا أنتم الآن تقفون في يمين وفي شمال بفضل جل وعلا أن القوة لله جميعا. وأذكر من سحرها في منامها، وذكر سحرها في يقظتها، ومن سحرها في مغيبها وفي استحاضتها، من سحرها في دمها، من سحرها في جمالها وقوامها، من سحرها في سبع وصغارها، من لازمها وعطل عليها كل شيء. أذكر كل حية حاسد سامة، وأذكر كل ملك ملوك الجان طيار كان وغواص، أذكر كل من تلبس بها طيار كان وغواص، ملك ملوك الجان طيار أو غواص. طيار أنت، طيار، 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 شيطان طيار، جان طيار، ملك ملوك الجان مرصع بالضرب، بمرصع بالأحجار، بالذهب، أصحاب الرداء الأحمر، الرداء الأزرق، الرداء الأسود، الرداء الأحمر، صاحب الدم، صاحب الدم، خادم الدم، صاحب الدم، خادم الدم، شمروا، شمروا، شحم باش، حم حم باش، حم حم الباش، حم حم الباش، حم كبار، كبار الجان، ملك ملك الجان، كبار الجان، ملك ملك الجان، كبار الجان، ملك ملك الجان، حم الباش، حم. أيهما أعظم عندكم في هذا البدن؟ من هو في هذا البدن مفضل البدن؟ كان 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 مصورا، مصورا بشيء عظيم، كان مصورا بشيء عظيم، كان مصورا بشيء عظيم، كان مصورا بكفر عظيم، كان مصورا بعهد عظيم. حم باش، حم حم الباش، حم حم الباش، حم حم الباش، حم شمروا، 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 حم الباش، حم حم الباش، حم حم الباش، حم حم الباش، حم شمروا بدم، 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 عليها وعلى أخواتها، عليها وإخوتها، عليها وعلى البيت، على البيت، من سحر عظيم، سحر عظيم، سحر عظيم، سحر عظيم، من ساحرات، من ساحرات، عليها وعلى والدها، عليها وعلى أمها، ساحر عظيم، ساحر عظيم، سحرها، 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 جان، 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 جان عليها، بسحر والدها، بسحر والدها، بسحر والدها، بسحر والدها، في البيت، في البيت معقول، في البيت كان معقول، في البيت كان مصر، في البيت كان معقول، في البيت كان مصر، عليها وعلى اسمها وعلى آثارها، عليها وعلى اسمها وعلى آثارها، على دراستها ونجاحها، على عملها وما يخرج وزواجها، على محبتها وضربها، على إنفاقها، على الزوج، على الزوج، على الزوج، على الزوج، على الأم، على الأم، على الأم، على الدار، على الدار، على الدار، صحرها، صحرها، صحرها بسحر عظيم، صحرها بسحر عظيم، كان ساحرا، 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 سحر عظيم، سحر عظيم، سحر عظيم، سحر عظيم، سحر عظيم، بظلم وعدوان، بظلم وانتقام، بظلم وعدوان، بظلم وانتقام، كان ساحر، 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 ساحر عليم، ساحر عظيم، ساحر عليم، ساحر عظيم، ساحر عليم، ساحر عظيم، ساحر عليم، ساحر عظيم، ساحر عظيم، ساحر عليم، ساحر عليم، ساحر عظيم، ساحر عظيم، ساحر عظيم، ساحر عظيم، ساحر عليم، ساحر عليم، ساحر عظيم، ساحر عليم، ساحر عظيم، ساحر عظيم، ساحر عظيم، ساحر عليم، عليها، 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 ساحر عظيم، عليها، ساحر عظيم، عليها، ساحر عظيم، ساحر عليم، 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 ساحر عظيم، وخلق كل جان 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 سحر النور، جان 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 سحر النور، شيطان سحر النور، جان 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 سحر النور، شيطان سحر النور، جان 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 سحر النور، شيطان سحر النور، جان 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 سحر النور، شيطان سحر النور، جان 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 سحر النور، جان 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 سحر النور، شيطان سحر النور. نحمد الله جل وعلا حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله، إلا العاشقة تفرض انتفاض يسير بشمال في الزوج، وإن الخدام جلاه الله كبارا في الزوجة مع من أسلم وحد الله تعالى، والأمور جلية جلية ظاهرة واضحة بتوفيق المولى جل وعلا، وهذه ملة نعمة ساقها الله جل وعلا، فأذكر بها من أسلم لله أن الله معنا، وأذكر بها من كبر بالله جل وعلا أن الله جل وعلا معنا، فإن أنتم كنتم معنا كانت العزة لكم بفضل الله جل وعلا معنا، وإن أنتم حاربتم فاعلموا أن نقاتلكم والله جل وعلا معنا. فأقول لكل مسلم أبشر بها خيرا، النصر من الله آت وما هو آت، والخير من الله جل وعلا نراه عيانا، فمن جلاهم إنه الله، من جلاهم الله، من جلاهم إنه الله، من جلاهم إنه الله. أقول لمن سكر الزوج ومعه من معه من العاشقة
وأقول لمن سكنوا الزوجة ومعهم من معه من الكبار والملوك أنيبوا إلى الله جل وعلا. فبسم الله نتطاعة لله جل وعلا بعدما سمعنا وبعدما أشرنا وبعدما ذكرنا وبينا، فنواصل طاعة لربنا جل وعلا. والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، والحمد لله الذي بحمده تنال الخيرات والبركات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تسليما كثيرا. سبحانك ما أجلك وما أعظمك لا إله إلا أنت، سبحانك ما أجلك وما أعظمك لا إله إلا أنت، سبحانك ما أعظمك وما أجلك لا إله إلا أنت.